وين عبد الله فلاته؟ نسمع له تحيه. عبد الله الحاج. وين عبد الله الحاج؟ شاكر بيك. عبد الرحمن باوزير. تعالوا هنا تعالوا هنا. لا يا جماعة في شيء. تعالوا هنا شفتوهم؟ الشباب اللي قدامكم هذولا أول ضحايا شنب آت. خصم شنب آت. طيب لحظة. طلعوا لي الشباب الأربع اللي قدامكم هذول مخصوم عليهم 20 نقطة من كل فريق. كيف ليش هذول تأخروا عن الصلاة؟ اللي قدامكم تأخروا عن الصلاة وأنا شايفهم بنفسي متواجدين بالكنترول. طيب خصم 20 غير قابل للنقاش. تفضلوا. عارف العمل اهم. العمل اهم ولا الصلاه اهم؟ لحظه برزيك. لحظه. وش الاهم يا حمد؟ شباب ترى في خصم. شباب باقي اسماء. باقي اللي ذكرنا اسمهم خلاص يروحون. خلاص روحوا. طيب يجي عندي هنا صديقي وحبيبي مروان المرواني. وأنور وفهيد ومقضي. طيب الشباب اللي قدامكم بالإضافة إلى أنور خصم 20 لتأخرهم عن الصلاة. كل 20 انا فريقي. طيب 20 لا حرام يا اخي. لحظه بقول لك ايش قلت. مروان صلى جنبي. طيب صلى جنبك مروان. جنبي راح للمطبخ قبل شوي. لحظه صلى جنبي. لحظه يا شباب خلنا احنا اصحاب المشكله خلنا نتكلم. ترى بخصم عليك زياده. صلى جنبك بس كمل الصلاه الى النهايه ولا لا؟ لا وش الظرف اللي طلع؟ لحظة ما خصمت على الواجب. وشو 20 بخصم الحين بخصم. طيب الحين بخصم انا بكلام ابي قاعد. الشباب برزيك الشباب اللي قبل شوي ها عندك عذر غير مقنع. رايح تبي تتقهوى تشرب تاكل. لا عشان دوخة جتني في الصلاة. جتك دوخة فيه اعداد هنا. تقدر تستاذن. تقدر تستاذن من الاعداد. طيب من باب العدل. لا ما تتكلم. روح. باقي عندي ثلاث اسماء. يلا يا مقضي. انا ما تاخرت. انا صليت من البدايه. انا شايفك بنفسي. سلمت عليك. اللي عنده اعتراض يروح للاعداد يراجع. طيب ابو رزق اذا سمعت صوتك مره ثانيه ابغى اخصم عليك 40. والله يا اخي شكلك تضحك. طيب معليش. عبد الله الرشيدي وعبد القادر الحيماني وسعد بن تركي. فريق كامل هذا ما شاء الله. خصم 30 على كل واحد. عادي يتكلم كل واحد بس على كل واحد. خصم لا دقيقه. لحظه بقول لك اسحب. طيب انا اقول لكم ليش خصمنا عليهم 30 ما هو 20 زي الشباب اللي قبلهم. هذول جو انسحبوا من الصلاه وراحوا للاعداد وسلموا الافلام اللي عندهم وما رجعوا للصلاه. راحوا للمسبح. رحتوا المكان غير الصلاه صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ حصلناه نايم. حصلتوا نايم. يعطيكم العافيه. خصم 30 الحين. نزلوني هالحين.